كابتن هيثم السعيد واكيد بيضمننا كمان عدد من لاعبات النادي الاهلي. كابتن نصايل هشام مبروك النهارده، طبعا كنا بنتمنى ان انتم تفوزوا لكن انتم محققين نتائج رائعه جدا، كمان سكور مميز جدا بالنسبه للمباراه اللي فاتت. حابه تقول ايه لكل زمايلك وبعد التتويج النهارده؟ طبعا الف مبروك للفرقه كلها، احنا تعبنا جدا السنه دي والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. طبعا كان نفسنا نكسب الجيم ده بس قدر الله ما شاء فعل. احنا في الماتش اللي احنا لعبناه في اسكندريه كنا كلنا فول تيم وكنا مركزين اكتر من كده، انت عارف الفرحه بتاعه البطوله وكده خلتنا ما نركزش شويه في الماتش، بس الحمد لله ربنا ادينا على قد تعبنا وعلى قد تعب كابتن ايهاب معانا فالحمد لله. لسه كنت اكلمك على كابتن ايهاب، ازاي قادر يلم الفرقه ويوقفكم عندكم بعض الشباب والخبره ويمكن مقدمين اداء رائع جدا، تتكلموا مع بعض ازاي وكابتن ايهاب ازاي مأهلكم ان الهدف هو البطوله فقط لغير؟ من الاول خالص واحنا متفقين ان السنه دي ان شاء الله نحاول نبذل كل جهدنا ان احنا ناخد الثلاث بطولات. كابتن ايهاب طبعا قبل الجيم اتكلم معانا وقال لنا ان احنا قدها وقدود واحنا رجاله فاحنا ركزنا والحمد لله اخذنا البطوله. الله يبارك فيك. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، وزي ما بنقول طبعا كل نجمات فريق النادي الاهلي، كابتن نجانا مصطفى احد النجمات النهارده، بقول لك مبروك النهارده للفوز بالنسبه للبطوله، متعودين على المكسب ومتعودين على البطولات، حابه تقولي النهارده بعد التتويج النهارده؟ الحمد لله ان ربنا وفقنا وخدنا البطوله دي وكسبنا كل الماتشات فيها الا اخر ماتش، عشان كان بريشر كتير قوي علينا ان احنا لعبنا كل الماتشات كويس وكنا بنطلع كل اللي عندنا في كل الماتشات، فجينا اخر ماتش ربنا ما وفقناش وكنا تعبنا وبقالنا كذا ماتش عمالين نلعب ورا بعض وجامد، فربنا ما قدرش يوفقنا في الاخر، بس احنا الحمد لله كسبانين كل البطوله بكل الماتشات ما خسرناش ولا ماتش، فالحمد لله ان احنا تعبنا من اول السيزون بنتمرن من بدري وبنتمرن جامد قوي عشان ان شاء الله ناخد ثلاث بطولات السنه دي ان شاء الله ودي اول واحده. جمهور النادي الاهلي لو كان موجود كان هيبقى ليه تاثير على ما اعتقد بالنسبه لكم كبير جدا. طبعا ليه تاثير جامد قوي وكلنا نتمنى ان الجمهور يرجع تاني لان هو هيبقى سبب كبير قوي من ان احنا نكسب ويحفزنا، وان من غير الجمهور النادي الاهلي ولا حاجه، وطبعا الجمهور اهم حاجه في النادي الاهلي والروح بتاعت الجمهور. تقولي لكل زمايلك البطولات اللي حققوا البطوله دي؟ مبروك وان شاء الله ان شاء الله الثلاث بطولات الجايين ونموت نفسنا في كل البطولات ومن غير ولا هزيمه تاني ان شاء الله ونفضل كده على طول وربنا يكرمنا ان شاء الله. ميرسي. كل الشكر والتقدير للنجمات اللي النادي الاهلي واكيد الكابتن زينب الزيني طبعا احد النجمات فريق النادي الاهلي اللي بتتوج النهارده مع الفريق. مبروك بطوله مهمه زي ما بنقول ان شاء الله الفتره اللي جايه بطولات، حابه تقولي ايه في لحظات التتويج بالنسبه لك؟ اول حاجه احنا فرحانين جدا ان احنا كسبنا وبنهدي البطوله لكل جماهير الاهلي، وعايزين نقول ان احنا هدفنا السنه دي الثلاثيه ان شاء الله، واحنا تعبنا جدا وكابتن ايهاب وكابتن جيت تعبوا معانا جدا وده يعني مجهود تعبنا، فالحمد لله وان شاء الله بنوعد الجماهير كلها بالثلاثيه السنه دي وهم يدعوا لنا ويدعمونا ونوعدهم السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير ان شاء الله. رسالتك ايه لزمايلك النهارده اللي حققوا الموسم الجاي اللي انتوا بادئينه بشكل جيد جدا، تحبي تقول لهم يا كابتن؟ طبعا انا حابه اشكر الفرقه كلها وكلنا تعبنا وعندنا اصابات بس احنا قادرين نكمل، ويعني لا بنوعد الفرقه السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير وهدفنا السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت. ربنا يخليك. اكيد مستمرين معاكم كابتن نيران عبد الظاهر كمان اللي هتنضم لنا دلوقتي. كابتن نيران طبعا مبارك لك النهارده على الفوز وعلى البطوله، وليه اللي بيمثلك ايه النهارده الفوز بالنسبه لك وحابه تقولي ايه في اللحظات دي؟ طبعا ان احنا كسبنا الدوري المرتبط دي ثالث سنه على التوالي، دي حاجه كويسه جدا لينا وطبعا هتتكتب في تاريخ النادي ان احنا دي ثالث سنه ناخده، وان شاء الله عايزين السنه دي ناخد الكاس برده تبقى دي ثاني سنه على التوالي وناخد ان شاء الله بقى دوري السوبر، ده بقى لنا كتير قوي ما خدناهوش. عندكم بعض الاصابات هل اثرت عليكم ولا كابتن ايهاب كان عنده البديل الكفء اللي هو يقدر ينزل يعمل حاجه زي كده؟ الحمد لله الحمد لله احنا يعني فرقه متكافئه ودايما في كل بوزيشن في اكتر من حد، طبعا الاصابات اثرت علينا بشكل او باخر بس يعني الحمد لله في ماتشات عرفنا نعوض فيها، بس النهارده الفكره بس ان احنا ما كناش متوفقين. قولي لي رسالتك ايه لكل زمايلك قبل طبعا ما ننهي معاك اللقاء، تحبي تقولي لكل زمايلك النهارده؟ طبعا انا بشكر زمايلي كلهم واحده واحده وبشكر الجهاز الفني واولهم كابتن ايهاب الالفي على الشغل الكبير قوي اللي احنا عملناه من اول السيزون ده وبرده المتراكم على شغل السنه اللي فاتت وهو ده اللي خلانا هنا دلوقتي، هو ده اللي خلانا البطل. مبروك من جديد طبعا لكل نجمات فريق النادي الاهلي اللي مستمرين معاكم، طبعا مبارك لك النهارده على الفوز وعلى البطوله، متعودين منكم انتم ان انتم تحققوا لنا البطولات، قولي لي النهارده بالنسبه لك البطوله عامله ازاي؟ اولا الله يبارك في حضرتك، احنا الحمد لله كنا كسبانين من الاول ونازلين بنلعب فور فن بس عاملين اهتمام ليه، بس الحمد لله يعني ربنا ما كانش موفقنا وكنا بنضيع كتير، بس الحمد لله يعني احنا ناهيين البطوله من الاول. كابتن ايهاب بيتكلم معاكم ازاي وبيتعامل معاكم ازاي وشايفه الضغوطات والصعوبات والاصابات اللي كانت عندكم دي هل اثرت عليكم شويه ولا لا؟ هي الاصابات صراحه اثرت علينا جامد، يعني الديفندر بتاعتنا سهيله هشام كانت مصابه واثرت معانا، بس الحمد لله يعني قدرنا نسيطر على الموقف وكسبنا فرق قليل، بس ان شاء الله المرات اللي جايه نكسب كل. ميرسي.
مستمرين معاكم، وكمان معانا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن نادين عمرو طبعا بركلك النهارده على البطوله وعلى الفوز. كنا بنتمنى ان انتم تكسبوا النهارده، لكن قابلكم سوء توفيق كبير على ما اعتقد النهارده. الحمد لله احنا عملنا اللي احنا نقدر عليه، هو فعلا كان باد لك معانا قوي النهارده، وفي نفس الوقت يعني كنا نازلين مريحين شويه ان احنا خلاص ابطال دوري مرتبط، بس ان شاء الله كاس والسوبر في النادي الاهلي باذن الله. يعني كابتن ايهاب بيتعامل معاكم ازاي الفتره اللي فاتت؟ ازاي قادر ان هو يبقى عندكم بيجدد الدوافع على طول ان الهدف في النادي الاهلي هو البطوله فقط لا غير؟ هو كابتن ايهاب الصراحه عمل معانا مجهود كبير قوي، ميتنج قبل الماتش وميتنج بعد الماتش، وبنحضر قبل كل جيم كويس قوي، بنعرف ازاي نلعب عليه اوفنس وديفنس، مش مقصر معانا في اي حاجه، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في احسن من كده كمان الحمد لله. يعني لو واخد منك رساله لكل زمايلك الموفقين ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان وعلى الاداء الرائع ده ككابتن فريق النادي الاهلي، تحب تقول لهم يا كابتن دي؟ عايزين نلعب بروح الفانيلا الحمراء يعني، وباذن الله السوبر في الاهلي وكاس مصر كمان ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا، شكرا. كل الشكر والتقدير لكل نجمات فريق النادي الاهلي على هذه البطوله الرائعه، ان شاء الله تكون انطلاقه جيده ليها الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني لكره السله نساء كره السله بالنادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، وفي خلال لحظات ان شاء الله هيكون معانا عدد من لقاءات اولياء الامور اللي ليهم مع فاول السحر وتاثير كبير جدا طبعا على كل بطلات النادي الاهلي، بيقوموا بدور كبير، هي عائله النادي الاهلي طبعا، عائله النادي الاهلي الرياضيه اللي اكيد منتشره في جميع الالعاب. لكن في هذه اللحظات كابتن هيثم السعيد عوده ليك، ولو فيها استفسار اتفضل يا كابتن.